أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. مجزرة جديدة في تعز واستشهاد مدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف سوقا شعبية. الميليشيا تفجر منزلا في الأقروض وتقصف قرية ظبي أعبوس في حيفان. المبعوث الأممي يقول إن حل الأزمة اليمنية قد يكون قريبا لكنه يتطلب تنازلات. قد تم الاتفاق أهلا بكم. استشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون في قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على سوق شعبية في مدينة تعز. وقال مراسل قناة بلقيس إن من بين الضحايا المدنيين نساء وأطفال بعد قصف بصاروخ كاتيوشا استهدف سوق باب الكبير في المدينة، ويكتظ السوق بمئات المواطنين الذين نشطت حركته مع اقتراب شهر رمضان. وفي حي الضربة أصيب 5 مدنيين في قصف للميليشيا وسط مدينة تعز، إلى ذلك تواصل الميليشيا قصف الأحياء بمختلف أنواع الأسلحة في كل من ثعبات والكمب وقلعة القاهرة والأحياء المجاورة لها. وفي تعز أيضا فجرت ميليشيا الحوثي والمخلوع منزلا لأحد المواطنين في منطقة الخلل بالأقروز في مديرية المسراخة. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري إن الميليشيا فجرت منزل المواطن محمد شيبان بعد إرغام النساء والأطفال على إخلاء المنزل والخروج منه. وفي السياق ذاته قال مصدر محلي إن الميليشيا أطلقت صاروخ كاتيوشا سقط في قرية ظبي أعبوس التابعة لمديرية حيفان. وإلى محافظة شبوة، حيث تتواصل المعارك بين قوات الجيش والمقاومة وبين الميليشيا في عدد من المواقع. وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على موقعي المنقاش وسويداء بعد صدها لهجوم الميليشيا في الصفراء بمديريتي عسيلان. إلى ذلك زار نائب رئيس هيئة الأركان اللواء ناصر طاهر الخطوط الأمامية للجبهات. في بداية الطريق نحوها وعلى جنباتها وحتى قبل الدخول إليها تسمع ضجيج معركة بدايتها كانت قبل عام وأكثر ولم تنتهي حتى الآن. هنا شبوة، الأرض العصية كصحرائها والتي أبت إلا أن تكون مصدر إزعاج كبير لغازيها وامتحان يزداد صعوبة لهم في كل مرة يحاولون فيها اختراق المزيد من أراضيها، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن عشرات من ميليشيا الحوثي والمخلوع سقطوا بين قتيل وجريح خلال معارك دارت في موقعين عسكريين بمنطقة الصفراء بين الميليشيا والمقاومة، ليسقط من هذه الأخيرة 11 قتيلا. الحوثيون شنوا هجوما عنيفا على موقع المنقاش العسكري في محاولة لفك حصار الجيش الوطني والمقاومة المفروض عليهم في منطقة الصفراء شرقي عسيلان، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على موقعي المنقاش والسويداء. مقاتلات التحالف العربي شنت غارة استهدفت موقعا للحوثيين في المنطقة كدعم لقوات الجيش على الأرض، فيما زار نائب رئيس هيئة الأركان اللواء ناصر الطاهري الخطوط الأمامية في الجبهة للإطمئنان على سير المعركة هناك والتي بلغت أشدها خلال الأيام الماضية. إذن تتواصل المعارك في شبوة كامتداد لمعركة أكبر على الأرض ما تزال تخوضها تلك المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح للتخلص من حكم جماعة تريد العودة بالبلاد للماضي والقضاء على ما تبقى من فضاء الجمهورية اليمنية. وبالعودة إلى تعز ومجزرة باب الكبير، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا حمزة أمين. مرحبا حمزة، وما لديك من تفاصيل حول ما حدث منذ ساعة في الباب الكبير؟ نعم، الميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية
تواصل حتى هذه اللحظة قصف الأحياء السكنية من مواقع تمركزها في تبت سوفتيل وموقع المكلكل ردا على الهجمات أو الهزائم التي تلقتها منذ هذا الصباح بعد أن حاولت القيام بهجوم على الجبهة الشرقية. تمكن من خلاله رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من صد الهجوم والقيام بهجوم عكسي وسيطروا على العديد من المباني كانت تقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. أترد الميليشيات الانقلابية بارتكاب مجزرة جديدة وبشعة في منطقة الباب الكبير حيث قامت باستهدافه بصواريخ كاتيوشا وفي المنطقة تعتبر هي سوق شعبي مكتظ بالناس والمارة. المجزرة حصلتها حتى هذه اللحظة حسب ما تشير الإحصائيات الأولية لأنها حصدت 3 شهداء والعديد من عشرات الجرحى ومستشفيات تعز حتى هذه اللحظة تطلق نداء استغاثة للبحث عن فصائل الدم التي تكاد تكون منقطعة هنا في داخل المدينة. نعم، إذن حمزة تفضل ابقى معنا واسمح لي لأن ينضم إلينا من مستشفى الروضة الطبيب أحمد فرحان. مرحبا بك دكتور أحمد، ما هي الحصيلة الأولية لعدد الضحايا وكيف هو وضع الجرحى والمصابين؟ أهلا وسهلا ويكم مباركة ورمضان كريم مقدما إن شاء الله. الحقيقة نحن في مستشفى الروضة إلى الآن استقبلنا أكثر من 15 جريح. نعم. وأربعة وثلاثة شهداء بينهم طفلة صغيرة، والجرحى أغلبهم أطفال ونساء. هناك جرحى وشهداء تقريبا في مستشفى الثورة لم يصل إلينا، العدد هناك لا أعلمه بالتحديد. نعم، أما زلت معنا دكتور أحمد؟ نعم نعم. كيف هي وضع الحالات التي وصلت إلى المستشفى؟ الحالات حرقة، أغلبها حرقة جدا وإصابات في الرأس وفي البطن، وأغلبها تحتاج إلى تدخل جراحي سريع جدا. كيف هي إمكانية المستشفى؟ هل هو قادر على تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهؤلاء المصابين والجرحى؟ والله يا أختي نحن من أكثر من سنة نحن نعاني، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نتمكن بقدر ما لدينا من إمكانيات ومعدات حاصلة بسبب الحرب والحصار على المدينة منذ أكثر من سنة. نعم، إذن دكتور أحمد فرحان من مستشفى الروضة بتعز، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى مراسلنا حمزة أمين. حمزة، كيف هو الوضع في المدينة حاليا وفي سوق الباب الكبير بالتحديد؟ نعم، الوضع في المدينة يبدو هذا اليوم وضعا مأساويا، خصوصا بعد قيام الميليشيات الانقلابية اليوم بقصف المدينة حتى هذه اللحظة بالعديد من القذائف من مواقع تمركزها، تقصف أحياء متفرقة، تقصف أحياء مأهولة بالسكان، تقصف أسواق شعبية. منطقة الباب الكبير هي تعتبر من المناطق المزدحمة والآهلة بالسكان كثيرا، وأيضا هو سوق شعبي يقع في وسط المدينة وبالتحديد في قلب المدينة وبجوار شارع 26، هذا الشارع العام الذي يعتبر من أهم شوارع المدينة تعز. الوضع الإنساني في المدينة مع الحصار الخانق المفروض من قبل الميليشيات الانقلابية يتدهور يوما بعد يوم. نحن الآن على مقربة من شهر رمضان، والقصف المستمر يتزايد على المناطق السكنية والمناطق المأهولة للسكان. نعم، إذن مراسلنا في تعز حمزة أمين، شكرا جزيلا لك. وإلى البيضاء، حيث اعتقلت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح 5 مدنيين في قرية قوعة المظفر الأعلى. ونقل مراسل قناة بلقيس عن مصادر محلية أن الميليشيا داهمت عددا من منازل المواطنين بمديرية البيضاء مركز المحافظة. وبحسب المصادر فإن الميليشيا اقتحمت عددا من المنازل وروعت النساء والأطفال وحاولت طردهم من منازلهم وهددت بتفجيرها. وإلى صنعاء، حيث أعلنت المقاومة الشعبية سيطرتها على 4 مواقع في مديرية نهم عقب صدها لهجوم شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. وقال المتحدث باسم المقاومة عبد الله الشندقي إن قوات الجيش الوطني والمقاومة صدت هجوما للميليشيا على مواقعها وتمكنت من السيطرة على مواقع المرخام والبزخ وقارو ومواقع في منطقة آل حميد. نهم أول الطرق إلى العاصمة صنعاء، أو ربما بات أقصرها،
حيث يضيق الخناق على الميليشيا في هذه المديرية من يوم إلى آخر، لكأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا باتوا أكثر قرباً من تحقيق أهدافهم التي يسعون إليها، والتي تتمثل بتخليص العاصمة صنعاء من قبضة الجماعات الإنقلابية. 8 أشهر تطلب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اجتياز كل هذه المسافة بين مأرب وصنعاء للوصول إلى هنا، حيث حقق تقدماً بالغ الأهمية بحسب مراقبين، واستعاد في الطريق مواقع عديدة حيث دارت المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيا من جهة أخرى، سقط خلالها قتلى من الطرفين، بينما تحدث الجيش أنه غنم أسلحة وعتادا عسكريا كبير. مؤخراً 4 مواقع جديدة هي المرخام وبزخ وقرو ومواقع في منطقة آل حميد تضاف إلى رصيد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المديرية، حيث أعلنوا سيطرتهم على هذه المواقع بعد صد هجوم حاولت الميليشيا تنفيذه خلال الساعات الماضية، وسقط نحو 8 قتلى من عناصر الميليشيا، فيما جرح 2 من المقاومة الشعبية. يجري القتال في نهم بشكل متقطع منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منتصف الشهر الماضي، لكنه بحسب ما شهد من خروقات يدخل دائرة التعريف الهش، ومعه يمكن الحديث عن غياب الاتفاق عن واحدة من أهم جبهات الحرب وهي مديرية نهم التي استمرت الميليشيا فيها تهاجم مواقعا للجيش. لا تعد نهم مجرد بوابة شمالية للعاصمة صنعاء فقط، بل أيضا حائط الصد الأول لها كما عرفت منذ نظام الرئيس المخلوع الذي حولها إلى ما يشبه المنطقة العسكرية الكبيرة، لوجود معسكر الفرضة أكبر معسكرات العاصمة صنعاء التابع للحرس الجمهوري الذي استعاده الجيش الوطني قبل حوالي 4 أشهر من الآن. وإلى لحج، حيث جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها لعدد من المناطق في مديرية القبيطة، وقالت مصادر محلية إن الميليشيا جددت قصفها على جبال جالس وعدد من الأحياء السكنية المحيطة بها. وأضافت المصادر أن القصف استهدف جبال قذر والحمام، هذا وتتعرض هذه الجبال لقصف متقطع منذ 3 أيام. ونبقى في لحج، حيث تعيش عشرات الأسر النازحة في مديرية القبيطة بالمحافظة أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة. تفاصيل في سياق التقرير التالي. هنا في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، والتي توافد إليها مئات النازحين من المديريات المجاورة هروبا من حرب الميليشيا، تتقاسم عشرات الأسر في هذه المدرسة مأساة التشرد في رحلة مضنية من البحث عن الأمان. خرجنا من هذه المنطقة اللي هي منطقة الحرب، وهي منطقة قريبة، وخرجنا للربوع والأعشار هذه المنطقة الآمنة حفاظا على سلامة أرواحنا وسلامة أسرنا، وكوننا نعاني من النزوح، يعني نفتقد من حاجات كثير، يعني السكن، المرقد. يقول الناس هنا بأنهم محرومون من أبسط مقومات الحياة، فالكثيرون منهم لا يجدون حتى المأوى الذي يقيهم من البرد والأمطار، فلا مخيمات نزوح ولا منظمات إغاثية وصلت إلى المنطقة. نحن محرومين من كل شيء، الإغاثة لم تصل إلينا نهائيا، نعاني من قساوة البرد، من السيول، الناس مقدلين تحت الأشجار، تحت في المدارس، في كل مكان. الفصل الواحد فيه 4 أسر في المدرسة. إنه مشهد مصغر لما تعانيه الطفولة في اليمن في ظل استمرار الحرب التي تقودها الميليشيا منذ أكثر من عام، والتي أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر من مدنهم وقراهم ليعيشوا في أوضاع إنسانية صعبة كهذه. يوم بعد آخر تكبر فاتورة الحرب التي تقودها الميليشيا على اليمنيين، ووحدهم الفقراء والأطفال من يدفعون التكلفة من حاضرهم والمستقبل. هدد موظفو شركة صافر للإنتاج واستكشاف النفط في مأرب بالإضراب الكامل عن العمل
ووقف الشركة عن الإنتاج احتجاجاً على إجراءات الميليشيا. وطالب الموظفون الإدارة المركزية للشركة في صنعاء بسرعة توفير الصيانة الدورية للشركة وقطع الغيار وإعادة اعتماد الموازنة التشغيلية، إضافة إلى صرف مستحقاتهم. هذا وكان الموظفون قد بدأوا إضرابا جزئيا عن العمل منذ يومين، مهددين بالتصعيد والإضراب الشامل في حال لم يستجب لمطالبهم. قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إن أكثر من 14 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن هناك خطرا آخر يتمثل في تزايد أسراب الجراد منذ بداية يونيو الجاري. وقال التقرير إن النزاعات والجفاف زادت عدد الدول التي تحتاج إلى مساعدات غذائية ودولية من 34 دولة إلى 37 دولة. وأعزى التقرير ذلك الارتفاع إلى النزاعات الأهلية وما أسفر عنها من نزوح للسكان، ما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي في 12 دولة من أصل 28 دولة في قائمة المراقبة. وفي سياق متصل، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيميل إدريك إن اليمن وبنكه المركزي بحاجة إلى دعم من المانحين والمؤسسات الدولية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. وأضاف إدريك أن الحرب المستمرة منذ 15 شهرا أضرت بالاقتصاد وحالت دون صرف كثير من الرواتب. أزمة لا نهاية لها وانهيار وشيك يهدد الاقتصاد اليمني، ليست مجرد جمل نمطية يتكرر ترديدها من قبل المنظمات الدولية، بل أصبحت واقعا يتكبده المواطن يوما بعد آخر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة دخل الفرد. وفي ظل ازدياد وتيرة المواجهات بين المقاومة والميليشيا التي تتمسك بخيار الحرب، يرجح مراقبون أن الأزمة الإنسانية ستتفاقم أكثر وأنها ستدخل مجددا في فصول أخرى من الصراع، لينعكس ذلك سلبا على حياة المواطنين وقوتهم ومتوسط دخلهم. منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن قال إن اليمن وبنكه المركزي الذي يعاني من شح السيولة يحتاجان إلى دعم من المانحين والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وأن 13 مليون يمني على الأقل بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار تقييد الواردات وعدم قدرة سفن شحن كثيرة على تفريغ حمولتها في الموانئ. إذن هي ذاتها رواية الحرب التي زادت صفحاتها، فقد لا نتمكن من حصر كل نماذج الوجع ليبقى كل شيء كما هو عليه. سياسيا، قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن حل الأزمة اليمنية قد يكون قريبا ولكنه ليس بسيطا، كونه يتوقف على استعداد الأطراف لتقديم التنازلات، وهذا ما نعمل على التوصل إليه. وأكد ولد الشيخ أن الأيام الماضية شهدت إعادة خلط للأوراق السياسية حول العديد من القضايا، لافتا إلى أن الحالة الاقتصادية والإنسانية في اليمن غير مستقرة نتيجة تأزم الوضع السياسي وإطالة أمد النزاع. إلى ذلك، قدم الوفد الحكومي في مشاورات السلام بالكويت رؤيته السياسية المتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية، وذلك خلال جلسة عقدت مع المبعوث الأممي لليمن. وأكدت رؤية الوفد الحكومي أن إجراءات الانتقال السياسي تستلزم إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار، والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات الوطنية. ونصت الرؤية الحكومية على اتخاذ جملة من الخطوات أهمها الانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء كافة المعوقات التي ترتبت على الانقلاب عسكريا وسياسيا وأمنيا، بالإضافة إلى مباشرة الدولة الشرعية لوظائفها في عموم البلاد وتوفير المناخ السياسي المناسب وإزالة كل ما من شأنه عاقة المسار السياسي. We'll be right back.
وفي السياق ذاته نفى وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي ما تداولته بعض وسائل الأعلام عن وجود تفاهمات مع الميليشيا أو تشكيل حكومة. وقال الأصبحي إن المشاورات تجري مع ميليشيا انقلابية وعليها تسليم أسلحة الدولة والانسحاب من المدن قبل أي حديث عن استئناف العمل السياسي. وأضاف الأصبحي أن الوفد الحكومي يفاوض بمسؤولية ويريد حقن الدماء وإيقاف الحرب وتحقيق السلام، ولكن دون الإذعان للميليشيا مهما كانت الضغوط. وأكد الأصبحي أن الموقف الدولي ما يزال على صلابته في التعامل مع الميليشيا ولا يمكن تضليله. وفي سياق متصل أكد عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت محمد العامري أن الحوثيين يتعاملون مع ملف السجناء بوصفه ورقة سياسية وليست قضية إنسانية. وأضاف العامري في تصريحات صحفية أن وفد الحكومة قدم للمبعوث الأممي رؤيته لمسألة المسار السياسي مع التأكيد على أن تستأنف أي عمل سياسي ضروري لإنهاء الانقلاب، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مناخ سياسي آمن في ظل وجود ميليشيا مسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة. مضيفا نحن منفتحون على أي حلول ومتعاونون معها شريطة أن تضمن المرجعيات المتفق عليها. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. كفايان يقول أن هناك تواصل مع قيادة التحالف لفتح الأجواء أمام رحلات الطيران إلى سقطرة. مجزرة جديدة في تعز واستشهاد مدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف سوقا شعبية. الميليشيا تفجر منزلا في الأقروض وتقصف قرية ظبي عبوس في حيفان. المبعوث الأممي يقول أن حل الأزمة اليمنية قد يكون قريبا لكنه يتطلب تنازلات. وقد تم الاتفاق المبدئي. أهلا بكم من جديد. قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين أنه تم التوصل مع قيادة التحالف لفتح الأجواء لرحلات الطيران بين أرخبيل سقطرى وبقية المطارات في عدن والمكلا وسيئون. وأضاف كفاين في صفحته على فيسبوك أنه تم التركيز على رحلات سقطرى باعتبارها ملحة وإنسانية، حيث لا يوجد منفذا للأهالي لأهالي سقطرى غير السفر جوا، خاصة للحالات المرضية والطلاب. وأكد كفاين وجود مئات العائلات العالقة منذ أشهر في كل من عدن والمكلا وسيئون في ظروف صعبة دون أن يجدوا وسيلة للوصول إلى مساكنهم وذويهم في أرخبيل سقطرى. وإلى عدن، حيث وصلت إلى ميناء عدن باخرة محملة ب14,000 طن من مادة الديزل مقدمة من دولة الإمارات. وتمثل الباخرة التي رست في الميناء إنقاذا أوليا لمحافظة عدن بعد الأزمة الحادة التي عانت منها قطاعات حيوية أهمها المستشفيات. وذلك في استقبال المكرمة الإماراتية التي جاءت في ظروف تعاني منها العاصمة المؤقتة عدن فيما يتعلق بمادة الديزل. هذه المكرمة الإماراتية التي جاءت بعد أن تم التنسيق لها من قبل الأخ المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي مع القيادة الإماراتية. الباخرة الآن داخل ميناء الزيت فيها 14,000 طن، ستساعدنا إلى درجة كبيرة جدا على حل مشكلة الكهرباء، وستغطي هذه الشحنة تقريبا من 15 إلى 20 يوم. بعد أشهر من التوقف عاد مستشفى صلاح الدين العسكري في مدينة عدن إلى العمل، ورحب الأهالي بعودة المستشفى الوحيد في المنطقة في ظل الاحتياج الشديد لخدماته الطبية. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. بعد توقف دام لعدة أشهر يعود المستشفى العسكري إلى العمل، وهو الوحيد في منطقة صلاح الدين والقرى المحيطة بها غرب عدن. وبجهود مجتمعية هذه المرة بعد تجاهل الجهات الرسمية استغاثات أبناء المنطقة، اجتمعت الدعم من السلطة المحلية، الدعم من أهل الخير،
حلف قبائل يافع حملت حياه. ورغم التدشين الرسمي لإعادة افتتاح المستشفى الواقع في مديرية البريقة، تظل مشكلة الخدمات الأساسية من الملفات المهمة في المديرية التي تقع فيها أهم المنشآت الصناعية دون أن ينعكس ذلك على تحسين الخدمات الأساسية في المديرية. برنامج انقسم قسمين، قسم في تصفية المجاري وتصفية القمامة في المنطقة الحي، قمنا في رد المستنقعات. وأنا جيت من منطقة عمران وجينا من الخبوط وخايفين من حمة الظنأ. وتظل المبادرات المجتمعية على أهميتها حلا جزئيا لا يعفي الدولة من القيام بمهامها في توفير الخدمات العامة للمواطنين. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجزرة جديدة في تعز واستشهاد مدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف سوقا شعبيا. الميليشيا تفجر منزلا في الأقروض وتقصف قرية ضبي أعبوس في حيفان. المبعوث الأممي يقول أن حل الأزمة اليمنية قد يكون قريبا لكنه يتطلب تنازلات. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.